كرة مقطوعة مررت الآن. راح اسكوبار 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 مع جونار سولو اسكوبار. نار هذا الاسكوبار، نار هذا الاسكوبار. الله الله الله، ما الذي فعل هذا الكولومبي؟ امسكوا اسكوبار، امسكوا اسكوبار، احجزوا اسكوبار. لكن اسكوبار هرب، اسكوبار وضع اسكوبار في الزاوية البعيدة. اسكوبار اسكوبار اسكوبار، يا عين يا عين على مجرم الشمال. هنا لدينا الخطأ، الكرة التي تلعب، الله، وهنا يأتي بشكل مثالي. الله 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 الله, الله. براسية غاية في الجمال والروعة. لدينا أرون جونارسون يأتي ويسجل هدف التعادل لمصلحة النادي العربي. 1-1. ليش الإضافة غير حاضرة؟ ليش العمل غير؟ ما تدري. هل توظيفه هنا لدينا؟ هذا الأسكوبار، هذا الأسكوبار مرة أخرى. سقط أرون جونارسون بوقته، أبدا ما هو بوقته. هذا السقوط، يأتي اسكوبار ليسجل ثاني الأهداف. ما يضيع ما يضيع ما يضيع، واسكوبار حاضر موجود. سقط أرون وبعد ذلك سجل ناني، وعودة ناني مهمة على مستوى خط دفاعي نادي الشمال. الله على الأنصار، أرون يسجل التعادل في توقيت ممتاز للغاية. يسجل العربي التعادل. الآن يأتي التعادل 2-2 على أعتاب النهاية ونهاية أحداث شوط اللقاء الأول. أرون بوبينزا يسجل ثاني أهداف العرباوية بعد تمريرة ممتازة من عبد العزيز الأنصاري. هدف في توقيت مثالي. هل يفعلها؟ سهيل يا سهيل يا سهيل يا سهيل، الله يسهل عليك يا سهيل. فعلها أحمد سهيل، أرضية ذكية في الزاوية اليمنى، في الزاوية اليمنى، زاوية مروان شريف. لكن الله يا سهيل، الله يا سهيل. أرون بومبينزا، الله ثابتة، لامست الحائط. ولكن يا عين يا عيني على رابع أهداف العرباوية عن طريق أرون. 4-2 للعربي، للعربي بالكرات الثابتة بهذا السلاح. العربي يسجل هدفين الآن